بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيه تهنئه الى رئيس وزراء المملكه المتحده الصديقه معالي السيد بوريس جونسون اعرب سموه فيها عن اطيب تهانيه بمناسبه فوزه بزعامه حزب المحافظين ورئاسه الوزراء في بريطانيا متمنيا سموه له الدوام والتوفيق والنجاح لمواصله العمل نحو المزيد من التقدم والازدهار للمملكه المتحده وشعبها الصديق. واشاد سمو ولي العهد في برقيته بالعلاقات المتميزه التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده على الدوام من تطور ونمو في العديد من المجالات.